أخذت كتير 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 انتقادات عليه. والله ما سمعت ولا بيهمني. رح أقول لك شغلة. بيساعد غيره. طب في دولة من الدول ساعدت ما قالت وما صورت؟ سوري هي على مستوى دول. سوري دول أوكي؟ دولة كاملة عم تبعت طيارات وعم تبعت قصص وعم تصور، هذا طبيعي. ليش؟ حتى تشجع الدول الأخرى. نحن كفنانين هاي واحدة من رسائلنا، من رسالة الفن، إنه أنا لما بدي أعمل خير خليني أعرض واحد بالألف، واحد بالمية، واحد بالعشرة، أي شيء، بس أعرض شيء، لأنه هي اسمها سوشيال ميديا، صح؟ ليش السوشيال الميديا بدك تشوفي بس والله إنه لابسة وبالمهرجان ليش ما بتشوفي حياتي الطبيعية؟ ما اسمها سوشيال ميديا، ما تعال عيش معي شو عم عيش أنا. هذا نوع من التشجيع للآخر، وهذا حق طبيعي ومشروع للأشخاص وللفنانين خصيصاً وللدول، وكل الدنيا عم تعمل هيك، مش بس سوزان نجم الدين. يعني انت كمان عم بتشجع الاخرين وغير فنانين انهم يعملوا شيء، يعملوا شو لكان الصوت. شو لكان لازم نوقف مع بعض بالسراء قبل الضراء، مش والله نروح نعرض حالنا ونحن بعرس، ليش هذا مسموح؟ وما نعرض حالنا ونحن عم نساعد الناس، ليش؟ ما في نحن في عنا متابعين، هالمتابعين بيتاثروا فينا. كان في لطشه من وراها سوزان، لانه بتعرفي كثير فنانين وقفوا ساكتين مسكتين كتفين وقاعدين. ما طبيعي يعني في كثير فنانين او ناس او قعدوا، فنحن لازم نطلع ونقول اصلا قبل الحرب انا كان عندي كثير 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 جمعيات، يعني عندي شيء 6-7 جمعيات خيريه، وكنت اعمل كثير هالقصص، كنت نشيطة جداً اجتماعياً، فكنت أعرض عن جد واحد بالألف من اللي بعمله، وكان يسيني قبل يعني قبل ما نقول تنمر وما تنمر، كان في تنمر بس ما كان في سوشيال ميديا وقتها قبل ما كان الحرب. يبين هلأ. ما كان يبين بس كان يصلني إنه ليش عم تعلني؟ ليش كذا؟ ما هو بالقرآن الكريم مذكور إنه أنت بتعملي هذا الشيء بالسر وبالعلن، السر له نسبة والعلن له نسبة، نحن العلن النية رب العالمين بيعرفها هاي النية، أنا نيتي إني خلي الآخر ينعدى مني ويعمل شيء كويس، ليش لا ينعدى من شخص آخر سلبياً ويقلده بشيء سلبي؟ لا تعال نعدى من الأشياء الإيجابية. فهي واحدة من رسالتي بالفن.